السلام عليكم إخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بأحسن الحال والأحوال يا ربي. وش غنقول لكم، غبرت عليكم واحد الغبرة نيت الظروف. شنو غنقول لكم، هو القناة كانت مسدودة، يعني شي 4 شهور تقريبا وبحال هكا. كان عندي واحد لا فيديو كنت حطيته اللي تسبب لي باش تسدت لي القناة، الحمد لله عاودوا رجعوا عليا. صافي حتى فقدت الامل، ما نكذبش عليكم، قلت ما بقاتش في الرزق، هادشي اللي كاين. المهم بلا ما نطول عليكم، داروا عندنا هنا في بوزنيقه، داروا لينا مرجان ماركت، يعني مرجان صغير، يعني غيكون متنفس شوية هكا الواحد يمشي يتقدى فيه. المرجان اللي تنمشيو ليه كاين في المحمدية، أو اللي بغا يمشي بحال دابا هذا راه مزيان، تا هو فيه زعما داكشي من غير الحوايج اللي ما فيهش صراحة، ماشي لاخر كلشي فيه. أو غادي نديكم معايا إن شاء الله تشوفوا راه الافتتاح ديالو كان. أنا بحال دابا هنا النهار التاني باش مشيت، الافتتاح كان النهار اللي قبل، وهنا راه مشيت الصباح. اللي باقي زعما قلت راه غادي نمشي، باقي الدنيا خاويه، نشوفو حتى الشارع راه باقي ما عامرش، وقلت نمشي ليه الصباح باش نصور لكم شويه، ولكن الصدمه هو مشيت لقيتو عامر. كلشي قال هاد الفكره اللي درت انايا، يعني الناس باغيين يمشيو الصباح باش يلقاوه خاوي، مع البارح قالوا بلي راه كان عامر، الناس مشاو للافتتاح، انا ما مشيتش عقبال الزحام، يعني ما كاين لاش، قلت حتى يفوت ماشي مشكل. كيف ما شفتوا هذه هي الطريق ديالو، هنايا راه طريق البحر، يعني مع الطريق ديال البحر هذه القنطره اللي تتدي للبحر ديال بوزنيقه، راه كاينه السكات ديال التران مشتو. المهم انا ادياكم معايا وخديت لكم واحد اللقطات منه، وصافي هادشي اللي كاين. هادي القنط، هادي رون بوان اللي تدي للبحر، ها هو البحر هنا راه بقى نيشان، هنايا صافي هادي الطريق ديال البحر بقى نيشان، صافي تنديرو ندور مع الرونصا وعاوتاني تكملو من هنا نيشان، ما بعيدش هو صراحة، باغي تيبغي الطونوبيل ما يمشيش وحدة على رجلي، ضروري الطونوبيل ولا المهم ترونسبور، كاين راه تيدي تما، راه الناس زعما ماشي في ترونسبور. صافي راه من هنا نيشان، بالنسبة لي باغي يتقدا هكا الساعة ديال الشهر، داكشي كانوا دايرين دي برومو زعما زوينين صراحة، دايرين داكشي زوين. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو إخواني، وما تبخلوش عليا وتفاعلوا معايا، تفاعلوا معايا في هذا الفيديو، وإن شاء الله في الفيديوهات الآخرين باقي كاين ما يتشاف ان شاء الله، انا غنبقى يعني فيما كاين شي جديد، فيما كاين شي همزه، فيما انا معكم ان شاء الله. نتمنى غير تفعلوا معايا في الفيديو ديالي ويكون خير ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على المشاهده، كيف ما شفتوا ها هو مرجان، ماشي شي حاجه اللي كبيره على حسب على قياس المدينه، كما شفتوا هو تيجي على اليمن، حنا جبنا ليه الدرام من واحد البلاصه من اللور،
نوريه لكم كامل هنا من اللور ديالو، حيت كاين هاد النور راه كاينين اقامات يعني زوينه زوين بالنسبه اللي بغيتي يبغي الكالم، هي بلاصه بعيده على الناس والمدينه شويه، ولكن كاين ثاني اللي ما غتعجبوش. المهم هذا هذه هي الدخله ديالو، الدخله ديال مرجان ماركت تجي من هنايا، باقي في الاصلاحات مازال ما كملوش مزيان. انا الصراحه عجبني هاد الجناح هذا اللي داروه هكا منظم ديال الفواكه الجافه، فكره زوينه يعني بان اول مره تتبان لي هنايا. وهذا هو مرجان ماركت من الخارج ديالو، كيف قلت لكم راه باقي في الاصلاحات، يعني مزيان بالنسبه لينا كمدينه صغيره وقريب ليها مزيان صراحه. وشكرا لكم بزاف اخوان والاخوات على المشاهده، وما تنساونيش من البارتاج ولايك وكومنتار زوين. الى اللقاء.